السلام عليكم خوتي اخواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله رحنا كنتواجدوا في قريه فزوان ولا حامه فزوان. حامه فزوان فيها واحد الماء معدني طبيعي ونادر، ما كاينش في بلاصه اخرى. هذا الماء هذا كيساعد على العلاج ديال القصور الكلوي. المهم ما تمشيو فين، تبعوا معنا الفيديو وغادي تتعرفوا على مجموعه ديال المعلومات في الفيديو هذا. فرجه ممتعه. السلام عليكم. السلام عليكم. لا زيد تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. راك داير شويه مزيان؟ الحمد لله. لا جبتي سير. شحال الخبيز؟ الخبيز 3 دراهم. الخبيز تبارك الله، ديال فيزوان، ديال فيزوان. ما نهضرش عليه. تبارك الله. خير موجود؟ خير موجود، كلشي موجود. تبارك الله. نعناع فيزوان ها؟ نعناع. نعناع شحال يدير الربطة؟ 5 دراهم. 5 دراهم الربطة. الربطة كبيرة. ما نهضروش عليها الجوده. تبارك الله. تبارك الله خيرات. تبارك الله تبارك الله. خيرات ديال القصبر. ها القصبر. غير موجود. مرحبا. الله يحفظك. قرية فزوان توجد بين مدينة وجدة ومدينة بركان، وتنتمي للمياه المعدنية الساخنة ذات الصلابة المتوسطة. فزوان تم استكشاف الماء ديالو سنة 1961، ومن ثم تعطاته شهرة عالمية تجاوزت الحدود المغربية. ومن مميزات ماء الحامة هو النقاء الطبيعي بلا أي معالجة، والاستقرار ديالو في 26.4 درجة ديال الحرارة، والصبيب ديال العين تقريبا 0.4 لتر في الثانية. وهذا الماء صالح للشرب بصفة دائمة وبنوعية جيدة، ويمكن التخزين ديالو لمدة 4 أشهر، وما فيهش بعض المعادن الضارة. وبينت واحد التجربة الفعالية ديالو في معالجة بعض الأمراض المتعلقة بالكليتين والمسالك البولية، ويلائم حتى المرضى اللي يتبعوا حمية غذائية ما فيهاش الأملاح، وزيد على ذلك يسهل عملية الهضم. وندارت واحد المقارنة بين الماء ديال العين فزوان ومجموعة ديال العيون في المغرب وخارج المغرب، بحال سيدي علي وسيدي حرازن. والمواد اللي كاينة في الماء ديال العين فزوان قريب للماء ديال إيفيان اللي كاين في فرنسا. بهذا يمكن تصنيف عين فزوان من بين عيون السياحة العلاجية، لأن القرية يجيو لها مئات العائلة سنويا يشربوا الماء ويتمتعوا بجمال الطبيعة ديالها، بعيد كل البعد على الضوضاء ديال المدينة. وغالبا القرية تكون عامرة فصل الصيف وفصل الربيع، خصوصا فصل الربيع المنطقة كاملة كتكون مخضرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. كاين شي مزيان؟ كاين شي ببوش ولا؟ خير موجود. يا بسم الله. آه تبارك الله. ببوش تاع سيدي فزوان. يا فزوان ياك. يا ودي. مرحبا. بخير الله. مراكشية مراكشية. اللي بغى يجي هنا يا خويا ما حلباش معروف اسم ولا شي حاجة، اللي بغى يجي شي واحد يسول عليك.
محمد الساجع محمد الساجع اللي جا هنا الفزوان. مرحبا بيا سي محمد الساجع. عليكم السيدي. مرحبا بالبوش ديال الفزوان. هيا مراكشية. بارك الله ومع الشباب طبيعية. وشي اللي عشوب هاي الطعمات فردية. بارك الله. والروا ولا صوص ضروري. كلشي طالع على الروا. ها شوف واش فيهم هاد العشب هادو كاع اللي كدير في البوش. الزعتر الفيوق شغل شي زعتر الخنجل. المهم شي 42 42 العشبة. تبارك الله. تبارك الله. واو ونزيدو الكيردون ياك. كيردون ضروري. كيردون الكارد واللي بغى يدي مع امبورتي. كاين لامبورتي ياك. هكذا مزيان يعني كلشي راه كامله كاين. تبارك الله الخير موجود. بسم الله. عزيز هذا هو الببوش. هذا الحاجه المراكشيه سميتها المراكشيه. المراكشيه. مرحبا بكم في مدينه فزوان. مرحبا بكم. الناس اللي مقيمين في الخليج كيجيو لهنا كيشربوا الماء سخون كيديوها العشبه فيها الزعتر وفيها فليو فيها حبه حلاوه فيها عكسوس فيها قشور الرمان فيها قشور اللتين فيها ملويزه فيها القرفه فيها الثوم فيها الحار نون خاقع قلاب بسبيسه قرص عنب وحبيب الراه كلشي موجود. مرحبا بكم. بارك الله. وزيد على ذلك الطواجن ياك. بارك الله تبارك الله. الطاجين هذا باش؟ هذا باللحم. باللحم كاين واش كاين اخر؟ كاين باللحم بالدجاج اللي بغى شي حاجه اخرى نوجدو. مرحبا والف مرحبا. هذا هو المحل. خوتي دوك راني كنت واجد عند العين الفوقانيه ديال فزوان اللي معروفه بالعين البارده. وهنا عند العين كاين واحد جوج ديال المحلات التجاريه. وهنا عند هذا الصديق ديالنا عنده هنا هذه المعصره ديال الزيت ديال الاعشاب. يعني اي عشبه كاينه هنايا يعصر لكم الزيت ديالها يعني يعطيها لكم زيت. عنده هذه المعصره هذه وكاين هنا الخاوي وداك الشيء يعني نقي. يعني اي واحد يحتاج شي حاجه عندها علاقه مع الزيت ديال العشوب يجي عند سيردوان هنا في فزوان في العين الفوقانيه اللي معروفه بالعين البارده. خوتي بهذا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا ديال هذا النهار. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده ديالو وتكونوا استفدتوا بالمعلومات اللي كاينه في هذا الفيديو هذا على قريه فزوان وعلى حامه فزوان. السلام عليكم خوتي حتى الفيديو اخر ان شاء الله.